خليل قلب. حازم يا عوف! بس بس وربنا الفاضل وربنا الفاضل. امشي يلا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني؟ لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف. Happy birthday to you. اوه نورتونا يا جماعة. Real chance. مجيبه منوت مصدقتي هتلعب شوية. لا أنا عايزك تاخد بالك من وفكري بي. لا طمن يا رمان، أنا قرص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. هو أنا طلقتها من شوية، هو كمان أخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخذ إقلام وشلاليت وبنيات، عقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا رمان. هدية ايه بس؟ كفايه العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هديه. ربنا ما يحرمني منك اهو. سلام يا سلام. ايه ده رمان؟ شهاده تقدير لحفيدي لبلوغه سن الـ40. ربنا يخليك يا رمان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك، وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10-15 سنة وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفرحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بترميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البيت المنارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله يا امان، ان شاء الله يا امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحة يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة يا امان، حبيبة. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين سيرين. اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها. انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة ايه يا شيخ اتنيل؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ فشاخ. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امان ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي